طيب هذه الفقرة أنا بالنسبة لي متحمس لها كثير يا جماعة، قصة مكان. واليوم أنا حلم بالنسبة لي من يوم أنا صغير أني أشوف منجم أو أني أدخل منجم. ما أدري هل كنت أتمنى أن يكون عندي منجم ذهب أو غيره. أنا بدي أسألكم، هل قد سمعتم بمنجم مهد الذهب؟ هذا المنجم هو أقدم منجم في المملكة، وموقعه محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة. بدأت بالتأكيد نقابة التعدين في استخراج الذهب والفضة منذ عام 1939 للميلاد. طبعاً كاميرا ديرتنا وثقت آلية التعدين في المنجم لأول مرة. مراسلنا محمد الشيخ وثقنا هالتقرير من قلب المنجم، لنشاهد. ومن جديد مثل ما عودناكم ديرتنا فيها الكثير، اخترنا لكم محافظة مهد الذهب وتحديدا أقدم منجم لاستخراج الذهب والمعادن في المملكة. طيب احنا الان داخل منجم مهد الذهب. هذا المنجم للأمانة انا تعجبت واستغربت من وقت دخلته، يعني ازقته كثيرة، فروعه كثيرة. يعني احنا نشوف الان هذا المشهد اللي خلفي الان، وهو كده يعني محاط بهذه السلسلة، هو عبارة عن مكان تم الانتهاء من التنقيب فيه او استخراج المعادن طبعا بواسطة التفجير فيما يلي التكسير. احنا راح نتعرف ايضا عن كثب، كيف تتم هذه الآلية وشلون تصير ومن اللي يقوم فيها بالتحديد. خليكم معنا. طبعا اي منجم تحت سطح الارض يدخل في مراحل تهوية، عمليات ديزاين لتصميم للتهوية، دخول وخروج الهواء، اندفاع الهواء، كمية الهواء الداخلة للمنطقة، وتم قياسها بشكل يومي بأجهزة خاصة. هي أول شيء نأشر الواجهة بنظام معين، نعم بالبوية نأشر المكان، وبعد كذا على التحديد حقنا يحفر حفر عميقة 3 متر. نعم، حفر طولية حفر عرضية يصلي، وبعدين هذه الحفر تشحن بالمتفجرات لتكسير الصخور بعد التفجير. التوصيلات هذه والتمديدات عبارة عن كهرباء، إيصال للتيار الكهربائي وإيصال للموية وضغط الهواء، وتستخدم هذه لإيصال الخدمة للمعدات، لتشغيل المعدات. وعندنا زي ما انت شايف على الجدار يعني جزء من عرق وفيه تمعدن. من العرق بالضبط؟ هذا العرق لو تشوفه هذا هو العرق. هذا نعم، هذا العرق ماشي لين السقف. نعم. طيب ايش اقول انا عليه اذا يعني اذا هو كان عرق ممكن عرق مثل يكون ذهب يكون فضه؟ لا، هو حامل للذهب والفضه والنحاس. حامل يعني حامل مع ايوه يعني مرحله التكسير تصير هي اخر مرحله. طبعا بعد التفجير ياخذوا الكسارات يطلعوها فوق، تروح للكسارة، وبعد كذا تدخل في عملية البروسيس. المرحلة الثالثة يتم فيها فصل الخام أو غسل الخام بالمواد الكيميائية، وبعدها المرحلة الرابعة يتم فصل الخامات عن بعضها، فصل الذهب عن الفضة عن النحاس عن الزنك، تفصل، وبعدها يتم إضافة مواد أخرى لسحب الذهب عن باقي المواد. طيب وبالتالي يعني تنتج أو ينتج الذهب؟ نعم. بعدها آخر مرحلة ذكرناها يتم تتم مرحلة الفصل والصهر. هذه آخر مرحلة. نعم. طيب قبل ما أختم معك سؤال أخير،
كم طن يبلغ إنتاج منجم مهد الذهب في اليوم؟ في اليوم ما نقدر نقول في اليوم كخام عندنا في الشهر، ممكن أعطيك إياه في الشهر 3000 أونصة. 3000 أونصة. أونصة؟ نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. 3000 أونصة إنتاج شهري من منجم مهد الذهب. هذا المنجم الذي يعد أكبر المناجم على مستوى المملكة العربية السعودية، وما زلنا مستمرين معكم في ديرتنا، ومن مدينة إلى مدينة، ومن محافظة إلى محافظة، ومن قرية إلى قرية، لنكتشف تراثنا وتاريخنا من المدينة المنورة وبتحديدا محافظة مهد الذهب. محمد شيخ، ومن خلف العدسة محمد الشريف وعبد الرحمن العوفي.